أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل أمي دلال والعيال، إليكم توقعات الحلقة 16 من مسلسل أمي دلال والعيال. أحمد يتزوج ويسافر إلى شهر العسل. أولاد دلال يحملونها مسؤولية زواج أحمد، وكما يتبرؤون من أحمد سيبدأون بالأسئلة لها ولم يعبروا وجودها. أتوقع دلال تذهب إلى بيت أم محمد حزينة مكسورة الخاطر، ولا أحد يسأل عنها وعن غيابها سوى أحمد، ولكن أحمد في شهر العسل كما عرفنا قلب دلال، الأم الذي قلبها أبيض، لكن لن تخبر أحمد بما حصل لكي لا تخرب عليه شهر العسل. عندما يعود أحمد سيعلم بكل شيء، ولن يدع دلال لوحدها، وسيحاول تعويض الألم التي سببه لها ويأخذ إلى بيته، ولكن دلال هي الأم التي ربتهم، لن تفارق دموعها حزن على فراق رؤية أولادها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ودعمنا باللايك لكي نستمر في نشر الفيديوهات إن شاء الله. ولا ننساك، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.